هي وجهت البوابات الكرام مشاهدينا الكرام على بركة الله لتنافس يجمع جياد وأفراس المستورد عمر 3 سنوات فأكثر بمشاركة جياد منتجة محليا يمثلها الصيرور وأيضا نجم السعد. مشاهدين الكرام دورتان حول المضمار على كاس جامعة أم القرى مسافة 2400 متر والانطلاقة والتقدم. درومري يبدأ التقدم مع أبيان لصنع هذا الشوط. يبدأان درومري وأيضا أبيان. مشاهدين الكرام الدورة الأولى حول المضمار على مسافة 2400 متر آخر كؤوس موسم سباقات المصيف كاس جامعة أم القرى. الصدارة لدرومري. يبدأ الانطلاقة. أبيان في المركز الثاني، المنتج محليا صيرور في المركز الثالث. مشاهدين الكرام آخر كؤوس مواجهات المصيف كاس جامعة أم القرى في الحفل الختامي لموسم سباقات المصيف. درومري يبدأ الانطلاقة في صنع هذا الشوط لكلاودي سيتي، فيما أبيان يصنع هذا الشوط لعزوز ونمر بدر. الانطلاقة لدرومري في المركز الأول، أبيان في المركز الثاني، الصيرور في المركز الثالث. يتقدم الآن فتون يصنع لنفسه. يبدأ الآن في المركز الرابع مع صيرور كذلك الذي يصنع لنفسه والذي يواجه المستورد الآن في هذا النزال المتجدد ما بين الإنتاج والمستورد. مشاهدين الكرام درومري أبيان يبدأ مع صيرور. يبدأ الآن صيرور التقدم الآن. ابن المسيطس المنتج محليا يتقدم للمركز الأول. صيرور درومري يبدأ اللحاق الآن وأبيان. صيرور المركز الأول. صيرور ابن المسيطس والأم بنت هدية والاقتراب من المنعطف الأخير. اجتياز علامة 800. مشاهدين الكرام المنتج محليا يجدد مع التنافس مع المستورد مع بداية الخط المستقيم. إنتاج المملكة العربية السعودية. صيرور في المقدمة. صيرور يبتعد. صيرور المرشح. صيرور ابن المسيطس. ما شاء الله تبارك الله. مستوى ونتيجة وكاس جامعة أم القرى والانتصار الثالث على التوالي. قولوا ما شاء الله تبارك الله.